استاذ محمد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انتوا بتتكلموا في 37 جنيه و42 جنيه، ده حضرتك سعر الكيلو قايم، مش لحمه يعني. طب ما انا عارف ده سعر الكيلو قايم عند المربي، عند المربي بنفسه كده. ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم عنه يا فندم. لكن حضرتك الاستاذ كان بيتكلم قبل كده بقول لك اللحمه ب 90 جنيه، واخد بالك؟ هي فعلا اللحمه رخصت ل 90 جنيه و80 جنيه عندنا و75 جنيه عندنا هنا في طنطا. فين؟ في الصنطة؟ في طنطا. في طنطا. فطبعا احنا كفلاحين بيوتنا اتقفلت. النهارده احنا بنروح سوق المواشي بنرجع بالبهائم بتاعتنا ما بنعرفش نبيعها. واخد بال حضرتك؟ فاللي احنا فيه النهارده يعني ايه السبب في الـ في الـ في, الـ في الركود اللي حصل ده؟ السبب حضرتك ان استيراد المواشي اللي بتيجي من بره ديت يا استاذ سامح، واخد بالك؟ والاستيراد الدوله دلوقتي بقى لها اكتر من شهرين او ثلاثه تم وقف الاستيراد. يعني مفيش مستورد بيخش. ما هو ده لحد النهارده مأثر علينا. لا هو كانت فتره بيتم الاستيراد فيها علشان احنا كان عندنا عجز في المعروض، ما كانش فيه، وكان فيه اسعار غاليه مرتفعه، فكنا بنستورد لحوم سعرها منخفض شويه للفئات اللي دخلها منخفض. لكن النهارده انا شايف ان في معروض وفي سعر قريب جدا من سعر المستورد. يعني لما تقول لي انا بشتري كيلو لحمه بلدي ب 90 جنيه فهو ده يعتبر شيء ممتاز جدا، يبقى انا مش هشتري المستورد، شيء طبيعي. عندنا حضرتك ب 80 جنيه لحمه دكر، عجل دكر مذبوح في السلخانه ب 80 جنيه يا استاذ. ب 80 جنيه مذبوح في السلخانه دكر، ب 80 جنيه لحمه طازه مذبوحه ب 80 جنيه الكيلو. واخد بال حضرتك؟ فالنهارده احنا كفلاحين بنعاني، يعني الفلاح النهارده معلش في الكلمه، انا عندي فيمتين او عندي عجلين بعملهم عشان عايز اجوز ابني او عايز اجوز بنتي، واخد بالك؟ فالنهارده ما عدناش عارفين نروح فين ولا نيجي منين اصلا. تعال شوف النهارده القطن عندنا بكام؟ الرز بكام؟ الرز ب 3600 جنيه، احنا مش عارفين نعمل ايه يا استاذ. والله احنا كفلاحين بنموت. لا الرز ما فيهوش مشكله. واخد بال حضرتك؟ الرز ما فيهوش مشكله، الرز سعره كان منخفض في بدايه الموسم، دلوقتي السعر بقى معتدل، وانت عارف ان احنا يعني في مساحات تم زراعتها كبيره جدا اكتر من احتياجنا. انما احنا مركزين في موضوع الثروه الحيوانيه. انت كمربي بقى، يعني انا عايز اوصل للسعر العادل، انت عمرك حسبت الكيلو بيتكلف عليك كام؟ طبعا يا استاذ، بص يا استاذ حضرتك، النهارده العلف غالي، يعني النهارده الرده بكام؟ الكزبه بكام؟ الذره بكام؟ واخد بالك؟ كل حاجه غاليه، واجي ابيع بيها رخيص. انا بسالك سؤال تاني خالص، انا بسالك سؤال. انا فاهم سؤال حضرتك. الكيلو بكام؟ بيتكلف عليك كام كمربي؟ الكيلو يتكلف عليا كام كمربي؟ لا دي ما حسبتهاش الصراحه انا. ما انت امال منين تعرف تكسب ولا بتخسر؟ فانت لازم تكون عندك حسبه بتاعتك، انت بتصرف قد ايه على العنبر ولا على 10 روس مثلا، بعتهم بكام؟ ما هو انت برضو راجل، انت مستثمر. يعني انت مستثمر، انت فالمفروض تحسبها. بشكر حضرتك، وان شاء الله انا يوم الثلاث القادم في برنامج الثروه الحيوانيه ده بيكون الساعه 5:30، هيكون معايا متخصصين في مجال الثروه الحيوانيه، نعرف كيلو اللحوم بيتكلف كام علينا يا جماعه. ماشي. بشكر حضرتك. شكرا. وده مبدا هنبتدي يعني نشوف الازمه من اساسها، لان احنا مشينا معاكم مراحل كتيره جدا. ابتدينا معاكم من ايام ما كنا بننزل نسجل مع المربين يقولك انا ما عنديش غير راس ولا اتنين. طب النهارده بقى عندي كتير، عندي ثروه حيوانيه منتشره،